أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 163 حالة وفاة منذ ظهور المرض في المملكة عام 2012. وأوضح بيان للوزارة أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس بمعدل حالتين في كل من الرياض وجدة والطائف، بينها حالة وفاة، كما تم تسجيل 2 وفاة لإصابات مسجلة سابقا في الرياض وجدة. وأشار البيان إلى أن الوضع الصحي للحالات الجديدة يتضمن 3 حالات وضعها مستقر وحالة واحدة لا أعراض عليها وحالة أخرى في العناية المركزة، في حين تماثلت 3 حالات للشفاء لإصابات مسجلة سابقا في مكة المكرمة والرياض.